فن الجداريات بيكون في الشوارع دايما، فهنا ده جوه الحوش، وحصل ميرجر زي ما بيقولوا او زواج بين الالوان وبين الطبيعه في الخضره والزهور والفواكه والاشياء اللي شايفها جنبك دي. فكده طلعت حاجه يعني يونيك براها. فكرة جديدة، حتة بتاعت انه انت ترسم الاحلام اللي هي الاحلام انت ما بتقدر تحدد الوانها، يعني ما هتقول لي انا شفت لي حلم بالبنفسجي ولا حلم بالاصفر، فانت بتختار الالوان الخيالية. فانا يخيل لي انه الالوان الفسفورية دي يعني شبه انها بتديك يعني الفكرة، بتقرب لك الفكرة في حد ذاته. الناس دي ممكن بعد شويه بالراحه شديد ممكن يعملوا شغل برا، وده الغرض يعني، لانه ناس برا ما بيعرفوا عننا كثير، يعني اكثر شيء بيعرفوا سياساتنا، حروبنا، فقرنا، حاجات كده. لكن الجمال بتاعنا والموسيقى بتاعتنا وتراثنا المزدحم فده لسه. كان عندنا باند صغير، فرقة صغيرونة كده، أنا ومعي واحد نعزف جيتار. المهم فكنا بنلقى حتة نبرد فيها ونشتغل فيها، يعني نعمل فيها المزيكا مع بعض وكده. فكان حنشتش أول حتة كده جمعتنا، بدينا نشتغل فيها شغلنا ونعمل فيها حاجات. كمونا يشوف السادة لغي عيون إسبيالا، أشوف السادة ولغي عيون.